هذا سوزا صاحب 33 سنة. سوزا الآن بكرة عرضية باتجاه من وليد. الله نعم تصنع معها شيء، تحدث معها فرحا اتفاقيا بأول أهدافه في هذا اللقاء. يسجل وليد أزارو المغربي، المغربي يسجل أول أهدافه. وليد نعم بالرأس يقلص الفارق، يعيد الاتفاق من جديد إلى المباراة. تأخر الهدف ولكن في الأخير الأهم بالنسبة لوليد أنه وصل، الأهم بالنسبة لأزارو أنه يزور شباك الشباب الآن ويقلص الفارق. تصبح ثلاثة بالسويدي روبن كوايسون. روبن كوايسون يبدو بأنه سيسجل أول أهدافه، يقترب من وضع أول بصماته في الشباك. روبن هات المباراة من جديد، هات المباراة من جديد، خذ لك إثارة وخذ لك ندية وخذ لك 10 دقائق مجنونة. روبن كوايسون يسجل، روبن كوايسون يقلص الفارق، يقلص الفارق ويقول للشباب أنا الفارس، أنا الفارس. لا تأمني في أي من الأوقات، لا تأمني في أي من الأوقات، أنا الفارس الذي لن يرفع راية الاستسلام، سأبقى على طول الوقت كما كنت فارسا شامخا. روبن يفرح الرئيس من أجل العودة من جديد إلى المباراة. يا له من جنون، سبحان مغير الأحوال. هل يظهر الآن بالهدف الثالث ولا لا؟ سوزا سلام يا اتفاق، سلام وتحية يا اتفاق. هذا الفارس، والفارس لن يرمي المنديل على الإطلاق. هذا الفارس، والفارس لا يرفع راية الاستسلام على الإطلاق. هذا الفارس، والفارس يعرف من أين تؤكل الكتف ويعرف من أين يعود، من أين